مرحبا، أنا أخصائي التغذية دانا برطفجي فعوري. اليوم رح نحكي عن موضوع يتداوله الكثيرون واللي هو أدوية التخسيس. الأدوية اللي بتساعد الجسم على تنزيل الوزن للأسف منتشرة بشكل جدا كبير بالأسواق، في منها بينباع بوصفات طبية معينة من الأطباء، وفي منها اللي بتداول الأشخاص حتى عبر الصيدليات أو من مواقع التواصل الاجتماعي عم تنباع وبتوصل للشخص لبيته. هاي الأدوية مختلفة بأنواعها بمكوناتها وبتأثيرها الصحي على الأشخاص. ضروري جدا أخذ النصيحة أو أخذ الوصفة من طبيب، متابعة أخصائي تغذية. كثير في من الأشخاص اللي بيتابعوا عندي ببعثوا لي صور لأدوية إنه هل يا ترى هاي بتساعد أو ما بتساعد. في بعض المكملات الغذائية، في بعض الأدوية فعلا وجدت لمساعدة الجسم على إما التخفيف من امتصاص الدهون بالجسم أو التأثير على مراكز الإشباع في الدماغ. طبعا عليهم رقابة صحية جدا عالية، وفي بعض منها نزل بالأسواق وامتنع تداوله بعد فترة معينة. بعض المكملات الغذائية مثلا أنواع من الألياف اللي ممكن يتناولها الشخص بيحس بالشبع، ممكن تؤدي إلى وجع كتير كبير عند الأشخاص اللي بيعانوا من القولون وانتفاخ بالقولون وحالات الإمساك الشديدة. عشان هيك كنصيحة من أخصائية التغذية، رجاء ما تتناولوا أو ما تقدموا على تناول أي من الأدوية اللي بتساعد على تنزيل الوزن دون استشارة طبية أو دون استشارة أخصائي تغذية يساعدكم، وإنما التجؤوا يعني أنواع أو أكلات معينة. تخفيف الأكل، تنظيم الأكل هو اللي بيساعد أكثر على تنزيل الوزن، وإن كان في حاجة ملحة فاستشارة الطبيب أو أخصائي التغذية بتكون هون جزء واجب جدا من عملية إنقاص الوزن.